ينطلق هذا الشوط مع هذه التحديات ومع هذه الشعارات المتميزة ومع هذه الأسامي اللامعة والرنانة في هذا العالم الساحر. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، نتابع التحديات والاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى اللي قادت المجموعة منذ البداية. نتابع غزر الحاضر بن علي بن حاضر المزروعي، ولكن أرى التحديات من الجانب الآخر. دلال بانطلاقة خالد بن سعيد بن بروكة الحمير اللي يقدم دلال على المقدمة والصدارة. نتابع المركز الثالث وأرى الأسامي القادمة، أرى الأسامي القادمة في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي على مستوى المركز الثالث. القدوم من الظبي لمحمد بن بارك برويس الاكتبي، من يقدم الظبي بهذا الانطلاق على مستوى المركز الثالث. رابع التحديات ورابع الانطلاق من الجانب الاخر، اهوال بالشعار سعيد بن احمد بن محمد القبيسي، من يقدم اهوال من بدات تتسلل مع المراكز المتقدمه. نتابع المركز الخامس، خامس الانطلاقات، ارى هني فزعه لعبد المحسن بن ناصر بن سفر الهاجري، متابعا لانطلاقه فزعه مع المركز الخامس. وسادسا ارى هني النداويه تتسلل مع المركز السادس، عبد الله بن يمع بن سعيد بن حارب العميمي، من يقدم النداويه على مستوى المركز السادس. سابع الانطلاقات، القدوم من الكاسبيه لسيف بدويس بن علي بن خميس الخيالي، من يقدم الكاسبيه بهذا التقدم وبهذا الانطلاق على مستوى المركز السابع. ثامنا القدوم مع نسيم لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي، ومع المركز التاسع انطلاقه وعد سلطان بن خليفه بن حاسوم الدرمكي في متابعه وعد على مستوى المركز التاسع. ومع المركز العاشر راهني ايضا جلموده حمد بن عوض بن عتيج بن زيتون مهيري، من يقدم جلموده مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الاسامي المتقدمه بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير. نعود مع الصداره، مع سكان المقدمه، مع الكوكبه الثلاثيه، مع الكادر العلوي لقناه دبي ريسنج. صدارتي هذا الشوط، نتابع دلال على الصداره والمقدمه بهذا الشعار، شعار خالد بن سعيد بن بروك الحميري. وأرى التقدم مع غزر لحاضر بن علي بن حاضر المزروعي، يتقدم أيضا على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث أهوال من الجانب الآخر لسعيد بن أحمد بن محمد القبيسي، يتسلل أيضا بانطلاقة أهوال مع المركز الثالث. رابع التحديات، القدوم مع الظبي بشعار محمد بن مبارك برويس الاكتبي، والشعار بن رشيد قادم 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 بكل قوة مع نسيم سعيد بن علي بن عبيدة بن رشيد الاكتبي، يتسلل بدوره مع المركز الرابع. خامس الانطلاقات من الجانب الآخر، النداوية لعبد الله بن يمع بن سعيد بن حارب العميمي، والشعار بن حاسوم ينطلق على مستوى المركز السابع مع وعد للسلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي. بينما إذا انطلقنا مع المركز الثامن بأرى الكاسبية لسيب دويس بن علي بالخيلي، من ينطلق أيضا بتحديات الكاسبية بهذا الانطلاق المثير. ومع المركز التاسع فزعة لعبد المحسن بن ناصر بن سفر الهاجري. وعاشر الانطلاقات، القدوم لمزون لمبارك بن محمد بن سعيد الشامسي. هذه النتيجة، هذه النتيجة للمراكز المتقدمة هذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير. بدينا ننعطف انعطاف تدريجي في اللحظات الأخيرة في مضمار الخمسة كيلومترات مع تحديات هذا السن، سن الإذاعة، سن الإمتاع، الصدارة ودلال على المقدمة، دلال أيضا بصدارة هذا الشوط، وخالد بن سعيد بن مبروك الحبيري. ولكن نسيم تتسلل على مستوى المركز الثاني لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي، المركز الثاني من الجانب
الآخر، من الجانب الآخر القدوم من غزر حاضر، بن علي بن حاضر المزروعي حاضر أيضا بكل قوة مع انطلاقة غزر. الأسامي القادمة، التحديات في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق المثير، مع هذا التحدي الجميل والراية. نتابع مزون لمبارك بن محمد بن سعيد الشامسي، ومن الجانب الآخر النداوية لعبد الله بن يمعة بن سعيد بن حارب العميمي. التجمع، التجمع على المقدمة، التجمع على الصدارة. تحديات بحور لجابر بن محمد بن علي الوهيبي مع المركز السادس، وانطلاقة أهوال أيضا على مستوى المركز السابع بشعار سعيد بن أحمد بن محمد القبيسي. واللحظات، اللحظات الأخيرة، تحديات هذا الشوط. هب النسيم على الصدارة، هب النسيم على المقدمة، انطلقت نسيم بناموس هذا الشوط. وسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي أيضا مع هذا الشعار حضر في الصباح يقدم نسيم بهذا الشوط. ودلال من الجانب، من الجانب الآخر خالد بن سعيد بن مروك الحميري ينطلق بتحديات دلال. بعدت المسافة، انطلقت بناموس هذا الشوط. أهالي العين هم الأقرب، هم الأقرب لناموس هذا الشوط. أهالي منازف يبتسمون أيضا بتحديات وانطلاقة دلال. من بدأت تباعد المسافة، من انطلقت في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية، خالد بن سعيد بن عبد الله بن مروك الحميري ينطلق بناموس هذا الشوط. سلوب سلام منازف سلام، تحية واحترام مع انطلاقة وتحديات دلال. من بدأت تباعد المسافة بهذا الانطلاق المتميز، تصل إلى خط النهاية بدون أي منافس، بدون أي منازع، تغرد خارج السرب وحيد. تهانينا لخالد بن سعيد بن عبد الله مبروك الحميري. المركز الثاني نسيم لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد. المركز الثالث تأتي بحور لجابر بن محمد الوهيبي. المركز الرابع النداوية لعبد الله بن يمع بن سعيد بن حارب الأميمي. المركز الخامس وعد لسلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. نعود من التوقيت الزمني ولحظات وصول دلال إلى خط النهاية. تهدي ناموس هذا الشوط لأهالي منازف بمدينة العين. 7 دقائق التوقيت الزمني و48 ثانية 7 الزامنة الثانية. تهانينا لخالد بن سعيد بن مروك الحميري، وسلام منازف سلام مع الأداء المتميز اللي قدمته دلال. المركز الثاني تاتي نسيم 7 دقائق و51 ثانية 5 الزامنة الثانية. تهانينا لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي والذي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات الوصول والانطلاق مع بحور. 7 دقائق 52 ثانية 3 أجزاء من الثانية.